أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا بكان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى قال ساحر مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناه في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء إن أتعليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين ما تعلم الأرضين فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا بالقيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوم فاسقين. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فاذكروا كذلك ما أتى الذين من قبلهم الرسول إلا قالوا ساحر مجنون فتواصوا به بل قوم طاغون. فتول عنه فما أنت بملوم وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستجنون. فويل للذين كفروا بيومهم الذي يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق مشهور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. يوم تمور السماء مرا وتسير الجبال سيرا. وويل يومئذ للمكذبين الذين هم في حول يلعبون. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أبصرنا هذا أم أنتم لا تبصرون. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا اتبعت ذريتهم بإيمان أحلى من ذرياتهم وما أتناهم من عمل من شيء. كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم بما يشتهون يتنازعون فيها كسلا لهم فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم بنون مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. فتربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم طاغون. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. ياتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم
السماوات والأرض من لا يوقنون عند الخزائن ربك هم مصدرون أم لهم يستمعون فيه فليأت مستمعون بسلطان مبين له البنات ولكم البنون أسألهم أجرهم بمهر مثقلون عندهم غير ما مكتوبون أم يريدون كذا الذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يركز من السماء ساقط يقول سحاب مركون وذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسحبون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون فاصبر بحمد ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فاسبح وإدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة استوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المرى يغشى سدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآه هذا نذير من النذر الأولى قذفت الآثمة
لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون ولا تسامدون؟ اسجدوا لله واعبدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وهي رواية يعرض ويكون سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر مهطعين يدع يقول الكافرون هذا يوم حسير كذبت قبلهم قوم نوح ما كذبوا عبدنا وقالوا نجنون وازدجر ما دعا ربه أني مغلوب منتصر فبسكنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا رفع عيون فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية للمدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسر القرآن للذكر فهم المدكر إذا فتحات فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تزهر الناس كأنهم أعجاز نخل مقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسر القرآن للذكر فهم المدكر إذا فتموت بالنذر وقالوا أبشر منا واحد نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسحر أو يدرك عليه من بيننا بل هو الكتاب نشير سيعلمون غدا من الكتاب نشير إنا مرسل الناقة من تتلاه فثقل الصبر ونبئهم أن الماء قسمة منهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقى فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم سحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسر القرآن للذكر فهم المدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد انذرهم بشرتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ذنبه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبح منذر عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسر القرآن لذكر فهم المدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة بالزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسحر ويسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر ولقد أهلكنا أشياءكم فهم المدكر وكل شيء فعلوه بالزبر وكل صغير وكبير مستطر من المتقين في جنات ونهر في مقر صدع ذا فريق مقتدر